السلام عليكم. اليوم راح اتعرف عن اهم الامور والواجبات اللي لازم نسويها قبل اخذ اللقاح، والامور والواجبات اللي لازم نسويها اثناء اخذ اللقاح وبعد اخذ اللقاح. فيلا بينا وخلينا نبدي فيديو اليوم، ولكن قبل ما نبدي خلينا نشوف بعض من هذه المشاهد. طبعا هذه المباراة كانت من ضمن مباريات اليورو الأوروبية اللي أقيمت بين المجر وفرنسا يوم أمس يوم البارحة، ومثل ما تشوفون التجمعات الجماهيرية الموجودة بالملعب وعدد الجماهير اللي تجاوزوا 65,000 مشجع كلهم مجتمعين سوية وبدون أي تباعد اجتماعي وبدون كمامات. كل هذه التجمعات أصبحت ممكنة بسبب أخذ اللقاح وبسبب إثبات فعالية اللقاح. وبالإضافة إلى كل هذه التجمعات، لا تزال الإحصائيات تشير إلى انخفاض عدد الإصابات، بل عدم تسجيل أي إصابات في الوقت الأخير في هنغاريا في المجر، وذلك بسبب تعدي عدد الأشخاص الماخذين اللقاح أكثر من 40% من الشعب الهنغاري باللقاح وبالجرعتين الكاملة من اللقاح، وأخذ ما يقارب 60% من الشعب للقاح ولجرعة واحدة على الأقل. وهاي التجمعات وهذه المشاهد كان مستحيل أن تصير بدون أخذ اللقاحات وبدون إقبال الشعب على أخذ اللقاحات. وبالنسبة للأشخاص اللي بعدهم ما ماخذين اللقاح وعندهم رغبة في أخذ اللقاح، اليوم راح أتعرف عن أهم الأمور والواجبات اللي لازم نسويها قبل أخذ اللقاح وأثناء وبعد أخذ اللقاح. وأول هذه الأمور هي التسجيل وأخذ موعد وحجز موعد لأخذ اللقاح. وبالبداية كانت الأولوية والأفضلية لكبار السن وللعاملين في المجال الصحي، لكن في الوقت الحالي أظن أغلبية الدول بدأوا بإعطاء اللقاح لكل شخص بعمر 18 سنة وأكثر. فإذا الخطوة الأولى تتمثل في التسجيل وحجز موعد لأخذ اللقاح، وبعدها علينا الانتظار بشكل طبيعي حتى وصول موعدنا لأخذ اللقاح. وكالعادة خلال هذه الفترة أو في أي فترة أخرى، ضروري جداً الاهتمام بصحتنا، كالاهتمام بالأكل الصحي والاهتمام بالراحة والنوم الكافي للحفاظ على صحة جيدة ولتقوية مناعة الجسم. فإذا الخطوة الثانية تتمثل في الحفاظ على صحتنا وصحة أجسامنا مع ضرورة الراحة التامة والنوم لساعات كافية، خصوصاً في الليلة الأخيرة قبل أخذنا للقاح. وأما بالنسبة للخطوة الثالثة، وفي صباح يوم أخذ الجرعة الأولى، ضروري جداً أكل وجبة غذائية صحية لتزويد أجسامنا بالطاقة اللازمة، مع الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء والحفاظ على أجسامنا بعيداً عن الجفاف وبعيداً عن الديهايدريشن. أما بالنسبة للخطوة الرابعة، فتتمثل في قياس درجة حرارة أجسامنا والتأكد من أن درجة حرارة أجسامنا هي أقل من 100 درجة بوحدة قياس الفرنهايت. وفي حالة ارتفاع درجة حرارة أجسامنا فيجب تأجيل وأخذ موعد ثاني لأخذ اللقاح. أما في حالة عدم وجود أي ارتفاع في درجة حرارة أجسامنا وعدم وجود أي أعراض أو أي مشاكل صحية جدية في هذا الوقت، فعلينا الاستعداد للذهاب إلى المشفى والمركز الطبي لأخذ اللقاح. وعند الاستعداد للذهاب إلى المركز الطبي لأخذ اللقاح، يفضل ارتداء الملابس المريحة والملابس الواسعة اللي راح تساعدنا في أخذ اللقاح. ومن الضروري جدا الذهاب إلى المركز الطبي لأخذ اللقاح حسب الموعد وتجنب التأخير. وهذه كانت الخطوة الخامسة اللي تتمثل في ارتداء الملابس الواسعة والمريحة اللي راح تسهل علينا عملية أخذ اللقاح. والخطوة السادسة تتمثل في الالتزام بالقواعد الصحية واتباعها، من ارتداء الكمامات والحفاظ على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الامكان عند ذهابك الى المركز الطبي لاخذ اللقاح. والخطوة السابعة تتمثل في الحفاظ على هدوءك عند وصولك الى المركز الطبي والحفاظ على هدوءك عند اخذ اللقاح. وتذكر ان اللقاح هو مجرد ابرة ومجرد وغزة صغيرة في الذراع.
وبعد الانتهاء من أخذ اللقاح يفضل الانتظار في المركز الطبي لمدة ربع ساعة والتأكد من الحالة الصحية والتأكد من عدم حصول أي مفاعلات أو أي حساسية من قبل الجهاز المناعي الخاص بنا ضد اللقاح، علما أن حصول هذه الأمور نادرة جدا وظهور أعراض بسيطة كالشعور بالألم في منطقة أخذ الأبرة والشعور بالتعب هي من الأعراض الطبيعية وماكو أي داعي للقلق منها. وبعدها وقبل مغادرة المركز الطبي اتأكد من عندهم عن موعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وبعدها ممكن الذهاب إلى البيت والاستراحة في البيت، وممكن أيضا الاستراحة من العمل وأخذ إجازة من العمل في ذلك اليوم، لكن هذا الشيء اختياري ومو بالضروري تحتاج أن تأخذ إجازة عن العمل. وبعدها وبعد أخذ اللقاح وخصوصا في الأيام الأولى بعد أخذ اللقاح ظهور أعراض كالتعب والشعور بالعياء وارتفاع درجة حرارة أجسامنا وظهور آلام في منطقة أخذ الأبرة، وكل هذه الأعراض هي أعراض طبيعية للقاح وماكو أي داعي للقلق من هذه الأعراض. لكن في حالة وجود آلام قوية في منطقة أخذ الأبرة ومنطقة أخذ اللقاح، من الأمور اللي ممكن نسويها واللي راح تساعدنا بهذا الموقف هي استخدام قطعة من القماش النظيف البارد ووضعها على هذه المنطقة، وممكن استخدام الآيس باك والحفاظ على الحركة المستمرة للذراع. هاي الأمور راح تساعدنا في تقليل الألم بسرعة. وبعدها لازم ننتظر حتى موعد أخذ الجرعة الثانية مع الاهتمام والالتزام بالقواعد الصحية الضرورية كالأكل الصحي وشرب كميات كافية من الماء وتجنب زيارة المناطق المزدحمة والحفاظ على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. وعند وصولنا إلى وقت أخذ الجرعة الثانية فيجب علينا اتباع نفس القواعد الصحية اللي اتبعناها عند أخذ الجرعة الأولى. بعد الانتهاء من أخذ الجرعة الثانية من اللقاح اللي لازم تكون من نفس الشركة، وبعد الانتهاء من أخذ الجرعة الثانية فبالغالب راح يعطوك شهادة باسمك الكامل تثبت من خلالها على أنك أخذت الجرعتين من اللقاح، وهذه الشهادة مهمة وقد تحتاجها بالسفر فاحتفظ بها. وبعدها وبعد الانتهاء من أخذ الجرعة الثانية استمر في اتباع القواعد الصحية المطلوبة مثل الالتزام بالأكل الصحي والراحة التامة والنوم لساعات كافية. وصح أن هاي الأمور البسيطة المهمة كلنا نعرفها ونعرف أهميتها، لكن دائما ما نحتاج إلى شخص يذكرنا بها. ومن الأمور الضرورية أيضا هي الحفاظ على النظافة والاهتمام بالتباعد الاجتماعي وتجنب المناطق المزدحمة والحفاظ على ارتداء الكمامات، وضروري جدا اتباع هذه القواعد الصحية لمدة لا تقل عن الأسبوعين بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح. فصحيح أن أجسامنا راح تبدأ بصناعة وتكوين الأجسام المضادة مباشرة بعد أخذ اللقاح، وهاي الأجسام المضادة راح تكون بمثابة درع وبمثابة جيش يحارب الفيروسات في حالة دخولها إلى أجسامنا في المستقبل، لكن أجسامنا راح تنتج العدد الكافي والعدد اللازم من الأجسام المضادة بعد أسبوعين من موعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح. ولهذا السبب ضروري جدا الاهتمام بصحتنا والاهتمام باتباع والالتزام بالقواعد الصحية لمدة لا تقل عن الأسبوعين بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، وعلى أمل أن يجي اليوم وترجع الحياة الطبيعية ونرجع إلى ممارسة حياتنا بشكل طبيعي. وحتى ذلك اليوم تمنياتي لكم بالصحة والسلامة الدائمة، وإلى لقاء آخر في أمان الله.